الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل الختان في المنام يدل ذلك على خير ورزق وسعادة ينعم بها والله أعلم. تدل رؤية المرأة المتزوجة للختان في المنام على الدورة القادمة لها والله أعلم. رؤية المرأة الحاملة الختان في المنام يدل على الولادة السهلة. إذا رأت المرأة المتزوجة طفل صغير مختون في المنام يدل ذلك على الأخبار السارة التي تستقبلها المرأة. تدل رؤية ذلك للمرأة الحامل في المنام على إنجاب مولود يتحلى بالتقوى والصلاح. في حال رأت الفتاة العزباء ختان طفلا صغير يدل على الخير والتفريج للهموم والمشاكل. إذا رأت المرأة المطلقة ذلك قد يدل على تفريج همومها ومشاكلها في الفترة القادمة والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تنجب طفلا مختون في المنام يدل ذلك على إنجاب مولود ذكر، كذلك والله أعلم إشارة على إنجاب مولود يتحلى بالصلاح والأخلاق الطيبة في المستقبل. رؤية المرأة المطلقة أنها تنجب طفلا مختون في المنام يدل ذلك على أمور جديدة طيبة، كما يدل ذلك للمرأة المتزوجة على الخيرات والأفراح الكثيرة التي تعيشها. إذا رأى الحالم ختان ابنته في المنام يدل ذلك أن الابن سوف تبلغ وتأتيها الدورة الشهرية. يدل ختان الابن في المنام على اقتراب زواجها من شخص صالح والله أعلم. رؤية ختان الابن في المنام يدل على التربية الصالحة للابنة. أشار العلماء التفسير أن رفض الختان في المنام يدل على ترك الفروض والعبادات للشخص الرائي، فعندما يرى الرجل المتزوج أنه يرفض الختان في المنام يدل ذلك على تركه للفروض والعبادات. في حال رأى الشاب الأعزب ذلك يدل على استمراره في ارتكاب المعاصي والذنوب. عندما ترى المرأة المتزوجة الزوج يرفض الختان في المنام يدل على استكمال الزوج لبعض الأمور الخاطئة في حياته والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تخاف من الختان في المنام يدل ذلك على رغبتها في الصلاح، ولكنها تخشى العواقب وراء ذلك والله أعلم. كذلك قد يشير إلى أن المرأة تخاف من الولادة والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.